هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. هذه الحلقة نقدم لكم فيما يتعلق بالاستجداء. لماذا استجداء؟ سنوضح لكم الذي جعلنا نتواصل وننادي ونناشد المجتمع العالمي 13 سنة حتى الآن فيما نحن توصلنا إليه، لكن أيضا نحتاج إلى المجتمع الدولي بجميع فئات من المجتمع. أول شيء نبدأ بقصة وراء هذا الاكتشاف بالنسبة للعلاج بالماء الساخن. والدتي رحمة الله تعالى مرت بمعاناة صحية امتدت إلى 35 سنة، من 1964 حتى 1991، وكان نتيجة لذلك انفصالنا من الوالدين رحمهم الله تعالى، وكنا نحن جميعا 8 أفراد من الأسرة لتلقي التربية الأسرية من عمومنا نتيجة لمعاناة الصحية التي مرت بها الوالدة. وهذه المعاناة خضعت لها بعشر عمليات جراحية باطنية، منها 7 في أفريقيا و3 في المملكة المتحدة. وجميع هذه 3 عمليات جراحية تمت في المملكة المتحدة كان نتيجة بعد أن تم اكتشاف أن هي مصابة بمرض سرطان الرحم، ولكن العلاج الكيماوي لم يكن له أي نتائج كافية لشفائها من المرض. وطبعا كل شيء له سبب، وهي كانت المرحلة الوحيدة التي نحن جمعنا كلنا 8 أفراد من الأسرة. ونتيجة لهذه المعاناة الصحية منذ الطفولة بدأنا من حلم الطفولة، وهذا الحلم بدأ من عام 1970، وتلك الوقت كنت فقط في عمر طفولة، يعني تقريبا كنت حوالي 8 سنوات من العمر أو 6 سنوات من العمر. وكانت طموح وأنا أنظر إلى السماء وأقول يا إلهي إنما أبلغ من العمر أكبر، أصبح مراهق في العمر، إن أستطيع حقق هذا الحلمين، حلم شفاء الوالدة وحلم الثاني شفاء العالم دون أي أضرار جانبية نتيجة لأن الوالدة كانت تمر بهذه العملية الجراحية. وأنا كطفل أعلم أن الدواء المستشفى سيكون إذا هو الملجأ الوحيد، لأن طبعا بعد الله تعالى بشفائها ومن ثم حتى نستطيع نحن نعيش معها، إلا لم يكن أي له من فوائد إلا فقط تمدد فترة علاجها. هذا أدى إلى تأثير البوميرانج. تأثير البوميرانج إذا نحن نأخذ بالمفهوم في من القاموس هي محاولة التغيير موقف معين، وإذا قام البعض بعمل محاولة قوية التغيير لتغيير الموقف المحتمل تجاه الموضوع ما يتعارض الموقف المحتمل مع استجابة لها نفس درجة من المساواة. فلذلك ربطنا هذا الجانب مع موقفنا، لأن بدأنا نحن نصاب بعقدة نفسية. هذه العقدة النفسية تجعلنا نعزل أنفسنا عن المجتمع نتيجة ربما مرحلة الطفولة اللي مرينا بها، لي مرحلة يعني مرور الوالدة بهذه العمليات الجراحية ومعاناة صحية شديدة. وبهذا السبب تحولنا إلى
إنسان يحب العمل الشاقة، وجدت أن الأوراق هي صديقة لي، فبدأت أحول نفسي أعمل لفترات ممتدة من زمن امتدت بين 10 ساعات إلى 18 ساعة، ومرتين في حياتي عملت 23 ساعة دون توقف، دون توقف إطلاقا. وهذا تلك فترة كنت أعمل لدى وزارة الإسكان في سلطنة عمان، ونتيجة أيضا كلها مترتبة من نتيجة رهاب الصيدلة. رهاب الصيدلة أي خائف من الدرجة الأولى باستخدام العقاقير الطبية، لأن تعيد ذاكرة الماضي ومعاناة الولدة، وهي كانت تستخدم الأدوية بالكثرة ولم تكن تعطي أي نتائج مجدية، وهي نتائج رغبة منا كلنا أو طموح منا أن هي تجد الشفاء عاجل حتى نستطيع نعيش مع الولدة. وكل ذلك أدى إلى إعقاب الانفجار الكبير ما أرتأيته. هذا الانفجار الكبير نتيجة لكل ما ترتب علي من في حياتي من هذه التصرفات اللي أسلفت ذكرها، وبدأت تظهر عندي أعراض المرض، أعراض اللي هي يعني بعض الأعراض التي تدل على الجسم يعطي إشارة بأن هناك قدوم خطر. هذا شيء لدى كل إنسان يمر بهذه المرحلة، يمر بهذه المرحلة. سبحان الله ماي ساخن. وبدت طبعا كل ذلك بإصابة بحساسية الجيوب الأنفية، وطبعا مع ذهاب إلى المستشفى الطبيب كالعادة يكتب لي وصفة طبية، ولكن الوصفة الطبية لم تعطي نتائج لعلاج أسباب المرض بقدر فقط أعراض المرض، وبالتالي تستمر هذه الحساسية والزيارات المستمرة للمستشفى وأخذ جرعات زائدة من العقاقير الطبية. من ذلك بدأت الأحوال تتدهور، أحوال الصحية تتدهور نتيجة لعدم إيجاد أسباب حساب إصابتي من حساسية الجيوب الأنفية، ثم انتقل ذلك إلى إصابات متكررة للنوبات من الربو، وهذا الذي أدى إلي لفقدان الوعي مرتين نتيجة للإصابة الشديدة من الالتهاب في الربو. وأيضا كذلك عودة مرة أخرى لتلاقي العلاجات من وصفات الطبية من الطبيب، وهذه الوصفات الطبية الكون هذه مواد كيميائية لم تعالج أسباب المرض، وبالتالي أصبح أن وجود هذه المواد الكيميائية في جسمي وجسمي يتعرض مع هذه المواد الكيميائية كما هو الحال مع كل إنسان. ومن ثم أصبت إلى بصداع شديد يتطول إلى أسبوع أو أسبوعين، ومن ثم تمنّم أرجع للطبيب عمل فحوصات طبية في التشخيص، واكتشف بأن أصبت بالصداع النصفي. طيب هذه المعاناة بدأت يعني تتحول من سوء إلى أسوأ، من وضع إلى وضع أسوأ، ومنتهيا بألام أسفل الظهر، لا أستطيع أجلس فترات طويلة من الزمن. وكان أيضا منتهي بعد ذلك، بعد الطبيب يتحدث أنه لابد أمر إلى عمليات جراحية لوضع الذي كنت يعني الوضع الذي تحول، يعني الفترات هذه ممتدة من الزمن فترات سنوات طويلة. تخيلوا من هذه الفترات كلها باستخدام عقاقير طبية وكشف من انتقال من مرض إلى مرض آخر مع مستعصي إلى مرض آخر، فهذا طبعا تعتبر هي صدمة كبيرة جدا، والتي سميت نفسي شخصيا بالانفجار الكبير الشخصي الذاتي. وهذه كلها طبعا أدت إلى لجوء للنظر عن الحلول البديلة، لأن علمت أن خلاص فقدت الأمل ولا يوجد أي مجال، كما ارتأيت ما حدث مع والدتي والذين أيضا من الكثيرين الذين عانوا بأمراض مستعصية واستخدام الأدوية ولم تكن حلول لهم نهائيا، بل امتد المرض من فترة لفترة وسنوات طويلة. ولذلك بدأت أن استخدم تجارب شخصية وبحث عن البديل، وكل ذلك تغير في يوم واحد خلال تحليل المطبخ.
تحليل المطبخ الذي الذي اجريتها في ذلك الوقت. اتذكر تناولت الطعام اللي هو المكرون، يعني المعكرونة طبعا كالعادة فيها زيت، وطبعا هذا الزيت في المعكرون هي تجربة في عام 2007 تحديدا في أغسطس. وذاك الوقت أنا كأن يعني قدرات لا واعي من الباطن تقودني إلى المطبخ في غسل الصحون، وبالتالي وفي تلك الصحون لكون أن في بقايا الأطعمة فيها النوع فيها الدهون. فتذكرت قصة الماء البارد التي طبعا الماء البارد الذي توقفت لفترة طويلة من الزمن نتيجة لوجود أبحاث تشير إلى أضرار صحية للماء البارد. لذلك منذ فترة طويلة من الزمن لم أكن أستخدم أي ماء بارد شديد البرودة إطلاقا، فقط المياه فاترة، الماء الفاتر أو الماء الحار. وبالتالي التجربة في المطبخ باستخدام الصحون اللي فيها بقاية من الطعام فيها الدهون باستخدام تجربة الأولى الماء البارد كما هو معروف طبعا يؤدي إلى تجمد هذه الأطعمة، بقية الأطعمة تتحول كنا مجمدة نتيجة للماء البارد مع اختلاط مع بقية الطعام اللي فيها الدهون، يعني وهو هذا الجميع يعلم ذلك. ومن ثم استخدمت تجربة عكسية باستخدام الماء الساخن في الصحون، وطبعا النتيجة كانت تصفية هذه الدهون من الصحن بشكل تصفية شاملة، وأصبحت الصحون شكل لمعان بدون استخدام الصابون يعني. وهذا مباشرة استخدمت كعاصفة ذهنية بأن هذا الذي يحدث بداخل أجسامنا بداخل المعدة في الأمعاء، وبالتالي استخدام الماء بارد له أضرار، وبالتالي بدأت أستخدم الماء الساخن. وهذه طبعا إرادة قوية وقرار ذاتي شخصي، توقفت استخدام الأدوية إطلاقا وبلغت الطبيب لماذا لا أستخدم، قررت ذلك. وخلال أقل من سنة، خلال يعني بالتقريب سنة واحدة طبعا بديت ألاحظ هذه تحسنات من فترة لأخرى. لكن عندما ذهبت مرة أخرى للطبيب وكان يعلم بأن فعلا توقفت استخدم العقاقير الطبية، فهذا التجربة فحص الطب أجريت فحص الطب الشامل في عام 2008 في أغسطس، وهذه شهادة من اللجنة الطبية تشير وتؤكد خلوي بالكامل من جميع الأمراض فقط باستخدام 8 كؤوس من الماء الساخن يوميا بدون الأدوية كما وارد في التقرير ومن اللجنة الطبية وموقع من اللجنة من الأخصائي ورئيس اللجنة وكما تبين أمامكم في تلك المستشفى. وهذا ما دل بعد على خلوي بالكامل من جميع الأمراض على ضوء جميع الفحوصات الطبية، تقريبا 63 فحص طبي شامل غطي كرات الدم البيضاء، السكري، ضغط، ارتفاع ضغط الدم، كل هذه 63 تقريبا فحص طبي شامل. ولضوء ذلك ولضوء تلك النتائج المعملية المختبرية فكان نصيبي لتلقي هذه شهادة من اللجنة الطبية تؤكد خلوي بالكامل من جميع الأمراض دون استخدام الأدوية فقط من خلال الماء الساخن. هذه تعتبر نقطة انطلاق، نقطة بداية. ولذلك من ثم بدأت أخذ خطوة إضافية بإجراء محاضرات، وصل حتى الآن يعني 13 سنة 60 محاضرة دولية غطت هذه المحاضرات في عدة المواقع ومن بينها المدارس، الكليات، الجامعات، جمعيات ومؤسسات صحية، شركات، جوامع، وحتى الكنائس. وأيضا تغطية النشر التوعية، نشر الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. أكثر من ذلك من خلال
مقابلات إعلامية، لأن كثيرين من الناس بدأوا يتحدثون ذلك، وبالتالي من خلال مقابلات تلفزيونية، مقابلات صحفية، مقابلات إذاعية، نشرات صحفية، وحتى الآن منذ عام 2007 وحتى الآن طبعا بدأ هذه كلها اللقاءات العالمية بعد ذلك، بعد حصول على نتائج خلو مع نتائج معملية والتقرير اللجنة الطبية خلو من جميع الأمراض. أي هذه اللقاءات العالمية تحديدا بدأت من عام 2010، ونحن الآن عام 2020، خلال 10 سنوات غطينا 92 مقابلة عالمية مختلفة كما هو مبين لديكم، طبعا دولية في عدة دول العالم. وهذه كلها كانت الحاجة المليحة للنشر هذه الفوائد، بأن هناك شيء بسيط ورخيص وفي متناول جميع لكن يحمل أسرار مخفية عظيمة. لذلك بدأت أسافر لعمل مؤتمرات في مؤتمرات دولية لإلقاء أوراق العمل، غطت في عدة دول منها ميلبورن في أستراليا، سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي ودبي الإمارات العربية المتحدة، كولكاتا في الهند، وحتى مانيلا في الفلبين. حتى الآن 8 مؤتمرات دولية كمتحدث، وأيضا رئيس إحدى الجلسات من المؤتمر، وكذلك عضو اللجنة التنظيمية لهذه المؤتمرات، لبعض هذه المؤتمرات، يعني عدة مناصب، وكذلك رئيس التقييم للبوسترات. يعني هذه كلها استفدت من كل هذه التجارب، من كل هذه الخبرات، بالاكتفاء الذاتي، بالاجتهاد الذاتي. ومن ثم طبعا ألفنا كتابين أنا ذاك الوقت في عام 2012، وهذه الكتب شاركنا فيها في عدة معارض دولية، غطت فيها 7 معارض دولية. هذه معارض دولية تحديدا في الدولية للكتاب، في طبعا هناك 4 معارض دولية للكتاب كبيرة، اللي هي يعني هما 7 بالجميع، منها نيويورك اللي هو أكبر معرض دولي للكتاب في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فرانكفورت بألمانيا، في لندن المملكة المتحدة، وبيجينج الصين، وأيضا في مسقط مدينة عاصمة أو محافظة مسقط وهي عاصمة سلطنة عمان، وأبو ظبي وهي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، والدوحة عاصمة دولة قطر. كلها كانت الحاجة المليحة للنشر التوعية الصحية، للنشر بأن هناك فعلا هذا الشيء ليس مجرد كما يراه العين المجرد يعني يراه العين بأن شيء بسيط، لكن يحمل الكثير من الأسرار. وهذه الكتب التي ألفتها التي شاركت فيها بمعرض دولية، وطبعا كان هما الكتابين ومعجزة العلاج ومعجزة وعجب العلاج بالماء الساخن، وقيم الحياة السعيدة وسرارها من أجل حياة أفضل، وهي نظريات فلسفية. وقريبا صدرنا كتاب بعنوان تفاشي فيروس كورونا كوفيد 2019 والكنز المفقود. هاي كلها كانت الحاجة المليحة الأساس للنشر الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. طبعا نحن أردنا أيضا كمان نستفيد من جانب التجارب المعملية، توصلنا إلى 3 تجارب معملية أجريت في دولة الجزائر في عام 2017، هي 3 سنوات متتالية 17 و 18 ومن ثم 2019، طبعا أجريت من قبل طلاب وطالبات جامعة هذه الجامعة في الجزائر، وكانت على الفئران. وطبعا هذه كلمة شكر موصولة لبروفيسورة دكتورة زريزة اللي هي مديرة الأبحاث في تلك الجامعة، والتي تبنت هذه الأبحاث بجهود ذاتية ومع الطلاب الجامعة، ونتيجة هي استفادت من قبلنا ورفع نسبة فيتامين د لديها، ومن بالمقابل أرادت أن تستخدم الأبحاث المعملية في تلك المختبرات بالجامعة، وطالت النتائج كثير جدا مشجعة. وهذه كلها
نستطيع نقول أيضا مقربة لأعراض الفيروس كورونا المستجد. طبعا هذه كلها جهود التي توصلنا إليها، لذلك أردنا أن نناشد بالاستجداء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء للولايات المتحدة الأمريكية، زعماء العالم، معهد الصحية الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، منظمة الصحة العالمية، فاعل الخير، زعماء الخليج العربي، سلطان عمان، سلطان هيثم، مستثمرون، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، المشاهير، الجمهور العام، معهد البحوث، منظمات مختلفة، والعلماء والباحثون، دون فنحن نناشدكم جميعا بأن نوقف في أيدي واحد، بذلنا بقدر ما بوسعنا، لكن أيضا نحتاجكم كل من هذه الفئات اللي ذكرناها حتى نستطيع نمضي قدما من أجل عالم أفضل، من أجل أن تنعم البشرية والجيل الصاعد، الجيل الحالي والجيل القادم، ويذكركم جميع التاريخ بما قد ساهمتوا. نحن لعلينا بذلنا ودور من قبلكم أيضا نناشدكم بالوقوف معنا من أجل البشرية، من أجل الإنسانية، من أجل أن تنعش البشرية بحياة كريمة شاملة، الجسدية، العاطفية، العقلية، الروحية، وحتى